اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم في فقره جديده وحوار جديد في حلقه النهارده من هذا الصباح، واللي هنتناول فيها قضيه التعليم بشكل عام وادخال التجربه اليابانيه الى التعليم المصري بشكل خاص. فتأكيد دائما وابدا اصلاح اي مجتمع يبدا من اصلاح وتطوير منظومه التعليم والصحة، ونظرا لأهمية التعليم في تقدم أي دولة خصوصا الدول النامية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار بأن تتم جميع خطوات تطوير منظومة التعليم على أحدث المعايير العالمية، متضمنة بالتأكيد الأبنية التعليمية والأطر المنهجية والبنية الأساسية الإلكترونية في ظل الاهتمام بإدخال التعليم الإلكتروني في منظومة التعليم في مصر، وده الوضع أساس قوي لمستقبل التعليم للأجيال الحالية والقادمة في مصر. وعشان كده برضو كان الاتجاه للتجربة اليابانية في التعليم أو إدخال تجربة المدارس اليابانية في مصر، نظرا لتقدم اليابان بالتأكيد في النظام التعليمي، والخبراء بيروا أن تجربة المدارس اليابانية من المتوقع ومن المنتظر ليها أنها تحقق نجاح كبير في مصر خلال الفترة اللي جاية، وتم بالفعل تدريب المعلمين بشكل جيد، وهتكون في رقابة جيدة خلال فترة الدراسة لضمان عدم وجود أي تقصير. هنتكلم من خلال هذا الحوار عن هذه التجربة اليابانية أو تجربة إدخال المدارس اليابانية في التعليم في مصر بشكل أكبر، وهيكون معايا في هذا الحوار الدكتور حسني أحمد السيد، أستاذ التربية بالمركز القومي للبحوث التربوية. صباح الخير يا دكتور حسني. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. خلينا في البداية نخرج لفاصل نتابع فيه بعض تفاصيل التجربة اليابانية ونرجع لكم مرة تانية مشاهدينا. اهلا بكم مره ثانيه وارحب بضيفي مره ثانيه دكتور حسني. اهلا وسهلا مره ثانيه دكتور. بالتاكيد اي منظومه تعليم ناجحه في اي دوله لا تهتم فقط ببناء العقل، ولكن ايضا ببناء الشخصيه، شخصيه الطفل، حتى يكون مواطن فاعل في المجتمع، مش بس متفوق علميا ولكن ايضا يكون مؤثر وفاعل في المجتمع اللي بيعيش فيه. وده يمكن كان الهدف من إدخال التجربة اليابانية في الأساس. والحقيقة وزارة التربية والتعليم أعلنت أنها هيتم تدريس المنهج الموحد للوزارة في هذه المدارس، بالإضافة لأنشطة التوكاتسو اليابانية اللي بتهتم ببناء شخصية الطالب. إزاي حضرتك تقدر تقيم هذه التجربة وهذه الخطوة وانعكاسها على الطالب؟ وزي ما قلت حضرتك أن الهدف هو بناء مواطن فعال في المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة حضرتك تفضلت بمقدمة هائلة قوي، وفعلا هي تجربة نرجو إن شاء الله أنها تبقى ناجحة. وهي الفكرة على فكرة كان في تعاون مع اليابان منذ سنوات أكثر من 20 سنة بين المركز القومي عندنا وبين اليابان يعني.
وفي بعض الناس من عندنا سافروا إلى اليابان في السنوات السابقة، يمكن توقفت بقى لها حوالي 10 سنوات. إذن ده مش أول تعاون بين مصر واليابان في مجال التعليم. نعم نعم. وكان أذكر حتى كان رئيس المجموعة بتاعتهم كان اسمه تاناكا، وده كان حاجة كويسة. الحقيقة هي تجربة يابانية بمناهج مصرية. لأن احنا لما عملنا قبل كده وكنا بنقارن بين المناهج المصرية وكتير من المناهج في كثير من الدول المتقدمة، الفروق مش كبيرة بين طرق التدريس، لكن الفروق في حاجات كثيرة. يعني يمكن أهم ما يميز التجربة اليابانية هي الاعتماد على النشاط، النشاط لداخل المدرسة، وده يمكن مؤثر جدا في اليابانيين إن هم ناس عمليين جدا. يعني بيحبوا العمل، بيحبوا الشغل، بيشتغلوا كتير، بينتجوا. ده يمكن عندنا طبعا في خلل في العقود السابقة في هذا المجال. وقت العمل عندنا قصير، الناس يعني برضو الإجادة والإتقان إلى حد ما، الرغبة في العمل في الأساس مع الأسف هي ما بقتش قوية في مصر. فالتجربة اليابانية في المدارس هي تعتمد على النشاط. النشاط بمعنى أن مدارسنا ومعظم مدارس في كتير من البلاد يعني بتعتمد على أنه في حس جدول، والجدول ده مثلا تالتة أول بتاخد رياضيات وتالتة وإلى آخره يعني. لكن ده بيقوم على غير كده، بيقوم على أن الفصل نفسه هو اللي بيجتمع مع المدرس بتاعه وبيقرر ان هو هياخد الوحدة الدراسية دي في الوقت ده، ممكن تاخد يوم، تاخد يومين، تاخد ثلاثة، وهيروح ينفذها في المعمل. وهو اللي بيخطط المسألة كلها. المدرسة دي ما فيهاش عمال، المدرسة دي الطلاب هم اللي قايمين بالنشاط الكامل فيها. المدرسة دي فيها تعاون ما بين ولي الامر. ما فيش عمال بمعنى ان ما فيش عمال الاولاد هم اللي هينضفوا، هم اللي هينضفوا. الاولاد هم اللي هينضفوا، الاولاد هم اللي يابانية في الفصول والمدارس اليابانيه من زمان. الاولاد هم اللي جازم معاهم. يعني مثلا في اليابان ولي الامر مهتم جدا 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 بابنه في المدرسه. يعني حينما يغيب الطفل او الولد في المدرسه او البنت، على الام ان تذهب الى المدرسه فتجلس مكانه وتحصل على ما يحصل عليه، تسمع الدروس وتشارك كأنها، وتذهب إلى البيت لتنقل ما قام به زملائه إليه. فدي شيء جيد. النشاط له 50% إلى جانب. إذن مفيش جرس، يعني مفيش بقى الحصة بتبدأ الساعة 8:15 وتنتهي الساعة 9:10، لا. الجرس خاص، هو مش جرس يعني، إنما التوقيت خاص بكل فصل وفقا لذلك المعلم، لأن هذا المعلم ليس ملقن وإنما هو مرشد وموجه وأب وقايم بالنشاط وبيعد الوسائل التعليمية وبيعد الأدوات التعليمية وبيجهز هذا، إلى جانب اعتمادهم على التكنولوجيا في الاتصال ببنوك المعرفة بقى، زي مثلا الوزارة ما عاملة بالانترنت الى اخره. فهنتكلم عن بالتاكيد استخدام التكنولوجيا والاعتماد عليها في الفتره اللي جايه، ولكن هنا يجي سؤال يمكن مهم، بما ان الطالب هو اللي هيقوم بتحديد طريقه تدريس المنهج، يجي سؤال هيبقى فين دور المدرسه او الوزاره في الرقابه على طرق التدريس وعلى متابعه المناهج؟ الرقابه بتاتي بان هذا المعلم يفترض انه معلم مؤدي اعداد جيد، ولذلك يمكن لهذا النظام من التعليم. نعم طبعا. ولذا يعني يمكن ان هم اتاخروا شويه، لكن نرجو ان شاء الله ان هم يلحقوا، لان هذه المدارس كان ينبغي انها تبدا في العام الماضي. وكان ينبغي انها تبدا ب 110 مدرسه ثم خلوها 50، ثم الان هم استقروا على 36 مدرسه. طبعا دايما اي تجربه بتبقى محتاجه الى نوع من التوضيب يعني، وممكن التعديل، لان اي خطه لابد انها بتعتمد زي ما حضرتك عارف، كل الساده المشاهدين اكيد عارفين، اعداد وتخطيط وتنفيذ وتقويم. يعني احنا لازم كل فتره متابعه وتقويم بالظبط. فاللي حضرتك بتقوله بالنسبه للوزاره، لازم الوزاره تقوم المساله دي، المدرسه نفسها تقوم، سواء اداره المدرسه، سواء الاداره التعليميه، سواء المديريه التعليميه، سواء الوزاره، لان لابد ان يبقى في متابعه كامله. المعلمين يمكن اخذوا من يوم 14 لغايه 18
دورة تدريبية مكثفة في أكاديمية معلمين صباحا ومساء، ونرجو إن شاء الله إن هي تستمر، لأن على فكرة تدريب المعلم ما بيقتصرش على إن أنت تديله دورة سريعة، وإنما صحيح. تدريب المعلم لابد أن يكون مستمرا، وإلا هيبقى وقف عند 5 سنين صحيح، فاتت أو عشر زي سنين فاتت. الطبيب اللي لازم يواكب كل أي حد التطورات ويفضل على طول في حضرتك تطوير دائم يعني لنفسه. كل الناس على طول لازم يبقى اب تو ديت يعني. صحيح. على طيب ده من ناحية المعلم نعم. والوزارة والمنظومة التعليمية، من ناحية الطالب وولي الأمر، هل احنا بنتكلم هنا في تغيير جذري في طريقة التعليم، مش بس نعم احنا بنعتمد على الناحية ده الأكاديمية، صحيح ولكن بنتكلم على صحيح. بناء الشخصية من خلال الأنشطة أو الاعتماد على الأنشطة بشكل كبير، هل الطالب ولي الأمر مهيأ لاستقبال هذه الطريقة اللي هتبقى جديدة على حتى الآن ما تقدرش عقلية حضرتك الأسرة؟ تحكم، حتى الآن ما تقدرش حضرتك تحكم، لكن أكيد كل أولياء الأمور حريصين على إنهم يعلموا أولادهم تعليم جيد على الأقل يعني، وبخاصة المتعلمين منهم يعني أو حتى غير المتعلمين، ما وده بكلمش عن، بيقلنا مش إلى حاجة بسأل عن مهمة يعني. الرغبة في التعليم، طبعا لا، يعني كون إن هو القدرة على راح الاستيعاب والمواكبة. كون إن هو راح وتقدم لهذه المدرسة يبقى أكيد، زي مثلا ما عملنا في بداية الثمانينات مدرسة تجريبية، المدرسة التجريبية أنا كنت أحد الناس اللي يعني شاركوا في المسألة دي، ده كان أول الثمانينات، وكنت عضو صحيح. مجلس إدارة للمدرسة بتاعت ابني وهكذا، كنت أجيب مثلا الله يرحمه الدكتور حمزة زهران عميد كلية التربية يدي دورات تدريبية للمدرسين بتوع مدرسة ابني في المدرسة مثلا، فولي الأمر لابد إن هو بقى مهتم بالقضية دي، وده يجرنا لنقطة مهمة قوي يمكن تكون جانبية لكن هي في جوهر القضية، ألا وهي إن إحنا لابد إن إحنا نقضي على الأمية اللي موجودة عندنا مع الأسف. يعني نسبة الأمية عندنا عالية، وده يتواكب مع إن وزارة التعليم لابد إنها تتعاون مع جهاز محو الأمية وتعليم الكبار، لأن عمر ولي الأمر إذا كان أميا ما هيبقى فاعل وفعال في إنه يساعد ابنه على هذه الأمر. صحيح، حتى لو عنده الرغبة مش هيبقى عنده ما عندوش الإمكانيات، الكيفية ولا ما الإمكانية عندوش إنه يقدر الإمكانيات، يساعد لأن بيها. مهم قوي إن الولد ده عايز يتصل بالإنترنت، الولد ده عايز يتصل بالبنك المعرفة، الولد ده عايز يتصل بأجهزة إلى آخره، فلا بد من أن يهيئ إليه هذا. فمسألة إن أنت تعدي له مبنى جيد طبعا ده لابد إنه يتواكب مع إعداد المباني المدرسية إعداد جيد، لأن مع الأسف إحنا ده مفتقدين جزء كبير جدا منه. وزي ما حضرتك تفضلت في مقدمة، مفيش أي دولة في العالم تقدمت إلا بالتعليم، صحيح. التعليم التعليم التعليم، ملهاش يعني ملهاش حل. هتتكلم في الصناعة في الزراعة في التجارة في فرص العمل في أي حاجة، هو التعليم الأساس. فرنسا ديجول لما بدأ صحيح سألهم عن حاجتين، سألهم عن الجامعة وعن القضاء، فلما عرف أنهما بخير قال من هنا سنبدأ، وكانت بداية فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية. ودول كتير من دول آسيا ومن شرق أوروبا سنغافورة كلها لغاية 59 بالتعليم 60 جاءت لتأخذ منا نحن التجربة. على فكرة اليابان في الخمسينات كانت بتتعلم مننا بالمناسبة يعني، ده حقيقي. النهاردة اليابان في بدايات القرن العشرين كان بترسل اليابان بعثات لمصر. صحيح، لدراسة تتعلم من مصر. لدراسة ولذلك احنا في الخمسينات كنا ماشيين بقوة الدفع اللي كانت موجوده في الثلاثينات والاربعينات. صحيح، كان عندنا احزاب وكان عندنا تعليم جيد الى حد كبير يعني، وكان الاساتذه اللي موجودين في كل الكليات اللي بداوا يعني دي دول اللي دفعوا المجتمع في الخمسينات والستينات، بعد كده اتاخرنا نتيجه ظروف حروب وظروف اقتصاديه وغيرها واهمال في صحيح. جوانب كثيره من جوانب المجتمع مع الاسف. صحيح دكتور حسني، اسمح لي نتوقف قليلا، ومشاهدينا الكرام اسمحوا